عليكم واهلا بكم. اختبار المساندة الفنية 100 سؤال، 66 سؤال استماع و34 سؤال قواعد وكلمات. باختصار هو اختبار ALCBT. اولا هتنزل برنامج ALCBT اللي موجود على الاب ستور او على جوجل بلاي وتسمع اسئلة كتير. النقطة الثانية والاهم، اوكي، هتاخد الكورس اللي احنا عاملينه في نماذج من 60 ل 70، يعني تقريبا 1000 سؤال تحفظهم هتدخل هتجيب درجة نهائية. انا عندي ناس جايبين 86 ولله الحمد، اختبرهم وارسلوا لي. النقطة التانية والمهمة ايضا، تشوف عن في ملف كلمات تحفظها، تحفظ الاسئلة، تشوف الفيديوهات. انا منزل كورس، في الكورس تبعي منزل حوالي 10 محاضرات لشرح 5 6 نماذج كاملين، يعني 500 سؤال شرح بالفيديو، تسمعهم تدخل الاختبار ان شاء الله هتجيب درجة جيدة باذن الرحمن الرحيم. وطبعا التوفيق حليف المجتهدين. النقطة الاهم انه الواتساب تبعي في الديسكريبشن تحت، هتضغط توصل لي على الديسكريبشن على طول، وركز وانت هناك لانه في دوشة وبتسمع الاختبار مو محوسب، بتسمع وعندك نموذج الاسئلة وتختار في ورقة وبعد كده تسلم الورقة. يعني القاعة كله بيدخل تقريبا وبشغلوا سماعات وبتسمع السؤال كويشن نمبر 1، تسمع وتسجل. بعدين بيحطوك تحت ضغط علشان يشوفوا الاعلى درجة. اتوقع ان انا قلت لكم كل حاجة فيما يتعلق المساندة الفنية. اي حد عايز الكورس ابو طالب يتواصل الواتساب في ديسكريبشن تحت. تحياتي لكم، سلام عليكم.